في علب ادويه نقصوا امبارح من الصيدليه، واكتشفنا ده بعد جرد النهارده الصبح. واحنا من امتى ان شاء الله بنعمل جرد في وسط الاسبوع؟ من اول الاشكال اللي زي رمضان ما بقت بتيجي الصيدليه هنا وبتقفي تتوشوشي معاها. انا ما اسمحلكش تتهمني اتهام زي ده، انت ما عندكش اي دليل اصلا على اللي انت بتقوله. كده كده البوليس هيجي وهنعرف مين اللي عنده دليل على اللي بيقوله. بوليس ايه؟ بوليس ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا فاهمين انتوا بتقولوا ايه اساسا؟ انا عندي تفتيش من الوزاره، ولو لقوا انه في علب طلعت من غير روشتات هيتهموني اني بتاجر في الترامادول لحسابي. يعني انا اللي هروح في داهيه؟ انا اللي هوديكوا في 60 داهيه. انتوا بتتبلوا عليا اصلا؟ يعني ايه تقولوا لي في ترامادول ناقص وانا مالي اصلا؟ يا استنى، تعالي صوتك ايه؟ في حد فيهم عامل لك حاجه؟ في علب ترامادول ناقصه يا يحيى، وبيتهموني ان انا اللي سرقت العلب دي وعايزين يجيبوا لي البوليس. سلمى هتسرق تيمو؟ والعلب دي راحت في الشيفت بتاعك ولا الشيفت بتاع برنس؟ لا، في الشيفت بتاعها هي. وانت ايش ضمانك ان هي راحت في الشيفت بتاعها هي؟ يعني مش عايز تحترفي ونحل الموضوع سلمي قبل ما البوليس يجي؟ لا يا دكتور، احنا عايزين البوليس، وانا قاعد معاك بقى لغايه لما البوليس يجي اشوف اخدها ايه معاك. ودي ايه البوليس ايه؟ بقول لحضرتك انا ما خدتش حاجه. انا يعني ايه اللي انت بتقوله ده اساسا؟ استنى 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 استنى، حضرتك دورت في الصيدليه كويس صح؟ وواثق قوي من نفسك. اكيد ما دورتش كويس. لا لا لا، هو دور كويس بدليل اهو، ودورت هنا بقى، ما دورتش انت هنا. ها اهي العلب اهي. ما تبص اهم العلب اهم. هما فعلا اهي يا دكتور. انا اسف يا انسه سلمى، حطي نفسك مكاني، انا اللي كنت هروح في داهيه. لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني، انا هسيبك الشغل اصلا وامشي عشان ما تعرفش تتهمني بحاجه تاني. والله العظيم انا قلبت الصيدليه الصبح عليهم حته حته، ما اعرفش ازاي كانوا هنا وما شفتهمش. انا اسف يا سلمى. عشان ربنا ما يضيعش حق المظلوم. انا مش عارف اقول ايه في الموقف المحرج ده. ما تقولش حاجه يا دكتور، حضرتك مش هتشوف وشي تاني. يلا يا يحيى. روح انت سلمى. يلا يا يحيى. سلمى روح، قلت لك. الله، من بيت حقها يا دكتور. قدهم لها، لو طلعوا ناقصين هرجع له تاني. خلي عندكم ضمير بقى، ابقى دور كويس بدل ما تتهم الناس دول يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. سرحان في ايه يا مسيو؟ مش تخبطي قبل ما تدخلي؟ والله خبطت، بس انت اللي سرحان، مسافر في دنيا تانية خالص. بص يا مريم، انت عارفه انا بحبك قد ايه صح؟ ابعدي بقى عن وشي دلوقتي عشان ما اقلبش عليكي، مش عايز لعب عيال. هو انا يعني يا مسيو عشان بطمن عليك ابقى عيله؟ عايزه ايه؟ احنا ورانا ايه غيرها؟ شمس الشموسه. مالها شمس؟ هو انت يا مسيو يعني ليه بتتعامل معايا على اني عيله صغيره؟ على فكره انا خدت بالي من كل حاجه حصلت في المستشفى. وعايز الصراحه يعني؟ الصراحه الصراحه يعني قولي الصراحه. انت اللي غلطان. انا غلطان؟ ليه ان شاء الله؟ دلوقتي يا مسيو واحده لسه سايبه شغلها وحياتها كلها متشقلبه، محتاجه اللي يمد لها ايد المساعده، وبعدين يعني وهي بتغرق كده مش ممكن هتقولك انها بتحبك، حتى يعني لو كانت بتحبك بجد. بس انا حاولت اساعدها كذا مره. هي اللي ساعدتني. وبعدين انا اصلا بتكلم مع عياله صغيره في الموضوع ده ليه؟ قومي على فصلك يلا. قومي على فصلك. تاني هيقولي عياله صغيره. يا مسيو انا اللي قدي دلوقتي معاهم نونا، بس هي فين بس النفس؟ نونا؟ طب قومي يا نونا اطلعي على فصلك، ما تروحيش لما تعدي عليا عشان اروح معاكي. بجد والنبي؟ اه، عشان امد ايد العون والمساعده للغريقه اللي بتتكلمي عنها دي. الحمد لله ابو الهول نطق يا ناس يا اخواتي. مريم قومي من قدامي دلوقتي، قومي. يا للهبل. انا بجد ما كنتش متخيله ان هم زباله قوي كده. انا اول ما قالوا ان هم هيبلغوا البوليس حسيت ان رجليا مش شايلاني اصلا، كان هيغمى عليا. لولا ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب. قولي الحمد لله ربنا سترها. يحيى انا بجد صعبان عليا نفسي قوي. بس خلاص بقى، صلي على النبي. اسلم عليه الصلاه والسلام. كويس ان احنا طلعنا على هنا وما دخلناش الشقه على طول. شمس بقى كانت تقعد تسالني مالك، تروح تقول لي تيتا، والحكايه اصلا مش ناقصه. فعلا مش ناقصه. سلمى انا ممكن اقول لك على حاجه؟ قول. انا كمان سبت البلاي ستيشن، خدت فلوسي وسبته. عادي نقل علينا.
انا وانت سيبنا الشغل في يوم واحد، شمس كمان سابت شغلها، كده كلنا هنضطر ندور على شغل بالتاني. لا ان شاء الله لا تاني ولا تالت. قبل شمس كلمتني استاذ راتب المحامي وقالت له يعني ان انا اشتغل معاه محامي تحت التدريب، وقال لها ان هو ان شاء الله هيديني مرتب كويس، وبعون الله يعني لما اتخرج يبقى يعيني عنده في المكتب، وساعتها باذن الله هنقلكوا نقله تانيه خالص. والله انت شكل الفلوس هتغيرك يا يحيى. انا؟ عارف انت هتبقى مين؟ مين؟ هتبقى زي المحامين اللي بيدافعوا اللي بيمص دم الغلابه. ليه بس كده يا سلمى؟ يحيى انا عايزاك تدافع عن المظلومين. ماشي، بس انا عارف منين يعني اذا كان مظلوم ولا مش مظلوم. المظلومين غالبا ما بيبقاش معاهم فلوس يدفعوا اتعاب المحامي. خلاص اعمل كده، بس موضوع النقله ده بقى نسيه. نجيب فلوس منين؟ حكي بقى. صلي على النبي كده وكل حاجه تبقى زي الفل ان شاء الله. وحقك عليا. يا ساتر يا ساتر. ايوه حاضر. شكلك قمر ونسيت بيت على فكره. ايه المفاجاه دي؟ فجأة حلو؟ طبعا حلو. ازيك يا شيخ؟ طب ما بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا الشقه واسعه وكده، فندخل نقعد جوه بدل الوقفه ديت يعني. خش يا لبيب، خش. اتفضل يا شيخ. بقول لك ايه يا شمس؟ بعد يعني المريله اللي انت لابساها دي وكده والاكل بتجربيه فينا يعني كل يوم وكده، لو تاكلنا ايه بقى النهارده ان شاء الله؟ فيجيتيريان لازانيا. يا لهوي عليا. ايه بس انا بحبها باللحمه. وانا كمان. بس الخضار احسن من اللحمه، افيد. طب ما تحط لنا يعني اللحمه على جنب يا شمس. حاضر يا لمده، المره الجايه ان شاء الله. طب ماشي، انا هدخل اغير عبال ما تجهزي الاكل، عبال ما انتوا جايين. 10 دقايق والاكل هيبقى جاهز. بموت فيها. ايه دمها خفيف اصلا. انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه؟ ليا انا؟ ايه؟ بجد؟ بصي يا ستي. ده قاموس. قاموس؟ ايه. وده كتاب. انت بقى هتعملي ايه؟ هترجمي الكتاب ده. اظن بقى مفيش خدمه احسن من كده، توصيل الشغل لما نزل. ايه يا شمس مالك؟ مش عارفه، شغلانتين فشلت فيهم وبجري ورا القضيه لغايه دلوقتي، وبحاول اظبط حياه الولاد وابقى سبورت ليهم، وعيا ماما صباح، بحاول اذاكر طلع في عيني عشان اخد شهاده تسندني. حاسه اني بتعب قوي وطاقه كبيره طالعه مني. مفيش. انا نفسي اشتغل، ونفسي اشتغل كمان شغلانه تجيب لي فلوس كويسه. ما هو لحسن الحظ بقى ان الشغلانه دي كويسه جدا وهتجيب لك فلوس كويسه جدا. انا رحت لواحد صاحبي شغال في قسم الترجمه في مركز دعالة، ورشحت لهم الروايه دي عشان تترجم. بعته بقى للناشر في انجلترا وخد الحمد لله الموافقه. وكمان موضوع الرواية ده يهمك جدا وهتحبيه. عارفة عن ايه؟ ايه؟ عن واحدة عندها وسواس قهري. دي قصة حياتها. مسكراتها؟ ايه؟ انت ازاي عملت كل ده وانت ساكت؟ ده انا بقالي شهر بسعى في الموضوع ده. بس قلت بقى ما اقولكيش لما اخد الموافقة النهائية. هنروح بكره ان شاء الله عشان نمضي العقد وناخد اول دفعه من الفلوس، وقدامك 4 شهور ترجمي الكتاب. بس انا بقى متاكد هتخلصيه بدري، وممكن نطلب كمان كتاب تاني بعدي. مش عارفه يعني، حاسه ان انت مديني ثقه كبيره قوي انا ما استحقهاش. هحكي لك حكايه. كان في واحد حطب طلع الغابه عشان يقطع شجره، خد معاه البلطه وقعد يضرب فيها 99 ضرب لغايه ما يئس وتعب وروح. تاني يوم بقى جه واحد حطاب تاني خالص، راح ضربها ضربة واحدة بس، واحد. ما تستهونيش بأقل حاجة، ممكن تجيب لك نتيجة هايلة. ساعات بحس إن أنت بتعملني زي بنتك الصغيرة. طب هتصدقيني لو قلت لك فعلا إني بعتبرك زي بنتي مش بنت عمتي؟ يا سلام. بجد؟ إيه أخبار الوسواس معاكي؟ يعني أحسن كتير الحمد لله. يعني بيجيلي قليل، بالذات لما يحصل حاجة فجأة أو حاجة مش متوقعها، بس ما بيسيطرش عليا، أنا اللي مسيطرة عليه، والحركات النمطية قلة جدا. على فكرة واضح جدا.
شمس انا قلت حاجه؟ شياط بتتحرق والله هتتحرق. ممكن اعرف ايه ام الموضوع المهم اللي جايبني عشان في ام الخرابه دي دلوقتي؟ بص بصراحه كده بصراحه كده يا كيمو انا عايزاك يعني تيجي تتقدم لي رسمي تقرا فاتحه وبس نو مور يعني ناثينج مور حاجه سيمبل يعني. نعم يا اختي اجي اتقدم لك انت اتجننتي؟ هو الموضوع سهل كده يا كيمو؟ تعالى تقدم لي فهاجي اتقدم لك والنبي. وبعدين اجي اكلم مين ان شاء الله؟ اجي اكلم الاستاذ يحيى ولا الاستاذه سلمى ولا الاستاذ الضيفه اللي معرفش اسمها ايه عندكم دي؟ بص انت تروح تدي دايركت كده على المستشفى وتطلب ايدي منها. ما هو عادي يعني ما هو سلمى وخطيبها بردك عملوا كده يعني. يا سلام يا اختي بنت يا مريم اتجننتي؟ سلمى وخطيبها ايه؟ مبدئيا سلمى في الجامعه اكبر منك بكتير، يعني بعد ما تخلص دراسه ممكن تتجوز عادي جدا، خطيبها بيشتغل وبياخد مرتب، انا ولا بشتغل ولا باخد مرتب ولا انت في الجامعه. هو انت ليه يعني بتقفلها في وشي كده اهو؟ اذا كانت على تيتا انا بعرف اقنعها، او والله بعرف اقنعها. يا كيمو انا نفسي اترحم من يحيى اخويا وسلمى كمان، وحتى شمس بقت بتغلس عليا دلوقتي، كل شويه رايحه فين يا مريم؟ جايه منين يا مريم؟ حاجه يعني اوفر. انت فاكره بقى ان احنا لما نتخطب مش هقول لك رايحه فين يا مريم وجايه منين يا مريم صح؟ لا يا حبيبي بس احنا يعني لما نتخطب هم ثلاثه عليا، لكن انت واحد بس، هعرف يعني ان انا اتصرف معاك يعني عادي يعني. يا سلام. طب يلا انا هطلع بقى عشان ما اتاخرش، وانت يعني ايه 3 مينت كده واطلع ورايا عشان بس ما حدش يعني ياخد باله من هنا، اوكي؟ تمام؟ اوكي. ايوه ايه ده؟ انت مستني حد؟ مستني 20 سنة وانا مستني ولا حد جالي. بقول لك ايه يا عم رضا؟ بلاش الاسطوانة بتاعتك دي الله يخليك. انا هخش استخبى في البلكونة لا تكون بدرية ولا حد من العيال يعرفوا مكاني هنا. ماشي ماشي اتفضل. ايوه ايوه انا جاي. ايوه ايوه انا جاي. الله اهلا اهلا ازيك يا بابا؟ ايه ده؟ لا مش معقول 3 ايام ما اشوفكيش ما تجيش خالص ليه بقى؟ معلش سامحني انا كنت مشغوله شويه، بس طبعا مش مشغوله عنك ابدا. انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع، ممكن ادخل؟ لا طبعا ده بيتك اتفضلي. اهلا وسهلا، سيبي الباب انا اقفله. اتفضلي. اهلا وسهلا اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا اتفضلي. بص بقى يا سيدي باختصار كده انا عايزاك تذاكر لي عربي. يا سلام. اصل انا عرفت من سلمى ان انت يعني ذاكرت عربي لاولاد المنطقه كلها. انت مش محتاجه تعرفي من سلمى، صحيح انا ما اشتغلتش مدرس طول عمري كمدرس لغه عربيه، لكن انا استاذ في اللغه العربيه، اعرف الشعر العربي واعرف اشياء كثيره. بص بقى يا سيدي. ايوه. انا اتعرض عليا شغلانه. تمام. الشغلانة دي إن أنا أترجم كتاب إنجليزي لعربي. تمام. يعني الترجمة أوكي مفيش مشكلة، مشكلة بقى في العربي. لا. العربي أنا ما بعرفش أكتب الجمل المظبوطة والفصحى وكده يعني. لا لا لا. ولا أفهم حاجة في النحو وتكوين الجملة واللي واللي. أنت هتخرجي من هنا أستاذة في اللغة العربية. ميرسي يا حبيبي يا بابا. خلاص نبتدي بقى من بكرة وانا هشيلك الاطباق دي كلها. لا لا اطباق ايه؟ معاك ورقه وقلم عشان امليك شويه حاجات من اللغه العربيه. ايه ده؟ ايه كل الاكل والشاي ده؟ وانت معاك حد هنا؟ لا معيش، لكن انا احب انزه نفسي واعمل اكل واعمل شاي و... لا ما... يا بابا كوبايتين شاي سخنين وطبقين ومعلقتين واكل قد كده، مين معاك هنا؟ في حد غريب هنا؟ مفيش حد غريب، انت اللي هنا. انا اللي هنا يا مدام شمس. معقوله استاذ ربيع؟ معقوله حضرتك هنا وكلهم بيدوروا عليك ومشغولين عليك وانت في الشقه اللي جنبهم؟ ارجوك يا مدام شمس. انا مش عايز حد يعرف مكاني هنا خالص. ليه بس كده؟ الموضوع مش مستاهل. معلش انا عارف انا بعمل ايه كويس، وبترجاكي مرة تانية مش عايز حد يعرف مكاني، يا إما همشي من هنا خالص ومحدش يعرف طريقي. لا لا خلاص زي ما حضرتك عايز،
بس الولاد سبهم ايه؟ ما انا اللي مصبرني اني بسمع صوتهم كل يوم الصبح وهم رايحين المدارس بتاعتهم، وببص عليهم من شرعة الباب. انا مش عارف هيحصل لي ايه لو في يوم ما شفتهمش، اكيد هتجنن. بعد الشر عليك، براحتك اللي انت عايزه. طيب انا هعدي عليك بكره زي ما اتفقنا يا بابا. ايوه كي؟ تمام خلاص تمام. اطمن حضرتك يا استاذ ربيع، لو رغبتك ان انت ما يعرفوش مكانك اكيد انا مش هقول لهم مكانك. متشكر. طبعا اذنكم. مع السلامه. مع السلامه. ناوي تعمل ايه؟ هتروح بقى كفايه كده. لا ارجع ايه؟ مش هرجع لما يعرفوا قيمتي. لا مؤاخذه يعني يا ربيع يا اخويا، ولا هيعرفوا قيمتك ولا حاجه. العيال ما انت عارف اول ما يكبروا يرموه. ولا انت مش باصص حواليك كويس يا ربيع؟ اسكت النبي يا عم رضا، لاحسن انت هتخلينا نتجنن. على ضمانتك يا ابني، انت لازم تعرف الكلام انجلش بجد. يا ريت انا نفسي اتعلم. يلا يا شمس عشان نتعشى. قبل شمس جت. يلا ناكل بقى. عملت ايه مع عم رضا؟ الحمد لله كله تمام. هبتدي معاه مذاكره من بكره، و بس يا رب افهم بقى. عم رضا لا ما تقلقيش، بصي يا شمس مش هيسيبك الا لما يحفظك كل قصايد شعراء الجاهليه. ما احنا مكتوب علينا عم رضا في اللغه العربيه، وعم ربيع ربنا يجيبه بالسلامه في اللغه الاجنبيه. ايه ده؟ هو عم ربيع بيعرف انجليزي؟ بصي يا قبلة شمس، تعرفي يعني ايه بالياباني؟ ايه شاطو؟ لا طبعا. دي علاقة بالظبط عم ربيع بالانجليزية حضرتك. بس احنا عشان الجيرة والذي منه كنا لازم نستحمله وما نعرفش نفنفص منه. بس المعروضة دي الوحيدة اللي فنفصت. ازاي بقى؟ ولا حاجة، جبت له كتاب فرنساوي واقنعته انه انجليزي، فلما ما عرفش يقراه قلت له ان المناهج اتغيرت فما ينفعش يذاكر لي. الحمد لله. طول عمرك قروبة. يحيى رمضان عامل ايه؟ ان شاء الله هصوم السنه دي. ان شاء الله، بس انا بتكلم على رمضان صاحبك. رمضان كده لا مؤاخذه. لا الحمد لله ماشي على الادويه اللي سلمى كاتباها، وانا من وقت التاني بزوره وبحفزه. والله انا قلقانه عليه قوي. انت عارف ان هو قبل كده بطل ورجع تاني، فعلا ممكن يبطل على طول بقى؟ بصي هو ان شاء الله يعني لو عدى الفتره الاولانيه اللي فيها اعراض انسحاب المخدر ان شاء الله كل حاجه ممكن تبقى تمام، بس المساله في الاول والاخر يعني معتمده على ارادته هو. فاهمه، بس بيتهيألي بعد اللي مر بيه ده المفروض يكون يتعلم، على الاقل يخاف على نفسه وعلى مراته وبنته. بقول لكم ايه يا جماعه، انا هعمل لكم شاي بعد الاكل. يا نهار ابيض، مريم هانم بنت الناس الاكابر هي اللي هتتجمل وهتعمل لنا الشاي بايديها. عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي، انا اتفقت مع نضار انهم يدوا اجازه لشمس ويجي يقضيهم معانا هنا في البيت، ايه رايكم؟ ايه؟ يا ابني في ايه؟ اصل هي مع الشمال وقال ان كانت فسحنا وجايباه عندنا في بيت. ماله البيت عندكم؟ يا ابني ده مليون واحد يتمنى ربع البيت ده. يا ابني انا بهزر معاك، انت ليه على طول قفشه مني جلاشه كده؟ الله عارفه بقى. النبي عسل يا شمس الحقيقي يا شمس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني يا شمس، الحقيني البنت هتروح. اللي حصل في ايه؟ قعدت اخبط عليها في الاوضه ما بتفتحش، فتحت لقيتها مرميه على الارض وجنبها ازازه دواء فاضيه. يا مصيبتي انتحرت؟ لازم ننقل المستشفى حالا. طبعا لازم. ايوه انا اسف، ولا مش صاحي يا مش صاحي. ايه في ايه يا بدريه؟ بنت جرالها ايه؟ وانت عند استاذ رضا من ساعتها؟ اتكشفت يا حلو. يعني انت اللي خططت كل ده يا ست شمس؟ حقك عليا يا استاذ ربيع، حقك عليا يا ست بدريه، بس بجد انا ما كنتش شايفه حاجه اعملها غير كده. الست كان قصدها كل خير. طبعا انا ما قلتش حاجه، بس كده تخضنا على ايه كده بالطريقه دي؟ طب ما انت كمان يا بابا خضتنا عليك. خلاص بقى خليك قاعد معانا، والله هنعمل كل اللي انت عايزه. عرفنا قيمتك، البيت كان في منتهى الكآبه من غيرك يا ربيع، بس عليك. وانا كمان عرفت قيمتك يا بدريه،
بعد الاكل بتاع عم رضا اللي كلته عنده. ربنا يخليكم لبعض. على فكره يا ست بدريه، عم رضا كده عايز مني كل يوم طبق من ايديك الحلوين دول. طبعا مش استضاف ربيع. بصراحه الراجل ما قصرش معايا في حاجه. في الاول انا قلقت منه، قلت تكون دماغه لسعت، انما لا، طلعت دماغه توزن بلد. طب يعني انت كده بقى قاعد معانا؟ الله، وانت عايزه كلام؟ وانتوا ليكوا غير بعض؟ ربنا يخليكوا لبعض دايما. انا مبسوطه قوي بيكوا. استاذن انا بقى. نورتينا يا ست. والله ما انت قايم في حضن بنوتك وست الكل. نورتينا. متشكرين يا شمس الشموس. متشكرين. مع السلامة. أمال كريم فين؟ بيذاكر عند واحد صاحب. طيب بص يا بدرية، أنا هقعد بس على شرط. أي جنيه اتصرف في غيابي لازم أعرفه، وأسدد كل الفلوس دي على دير مليم. اللي أنت عايزه يا أخويا أعمله، بس منين؟ منين يا ربيع هتسدد؟ معرفش، معرفش هسدد إزاي، بس لازم أسدده. ماشي، ماشي يا أخويا. خلاص يا بدرية، ماشي. الا قولي لي مدام شمس. مدام شمس؟ في ايه يا بدريه؟ احنا مش بقينا اصحاب؟ قولي يا شمس على طول. لا بردك عين ما تقلقش على الحاجه. لا يا شيخ، عين ايه وحاجه بايه يا ست انت؟ انت مش تقولي ان كلنا ولاد تسعه؟ طيب قولي لي بقى عايزه ايه؟ كنت عايزه اسالك بقى، الكتب دي كلها اللي بتقعدي تنققي عينيكي فيها. لازمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ مش انا لما انجح واخد الشهاده هشتغل شغلانه كويسه واخد مرتب كويس؟ يعني دي طب ولا هندسه ولا ايه؟ يا ستي ولا طب ولا هندسه، ده ادب انجليزي وعلم جمال. جمال ايه؟ وانت ناقصه جمال، ده انت زي القمر اهو. لا انا مش قصدي كده، علم جمال ده حاجه تانية خالص. طب ما تاخذنيش بقى عشان الجهل وحش. ايه الادب الانجليزي ده؟ الادب الانجليزي ده مسرحيات كاتبها حد مشهور جدا اسمه شكسبير. انا بقى مهتمه جدا بمسرحيه هاملت. ايوه الواد كريم ابني قايل لي عنه، مش ده اللي بيقول اكون او لا اكون؟ برافو عليك يا بدريه صح. وعمل ايه بقى المتنيل على عينه؟ لا غلبان، هو اصل عمه قتل ابوه. يا عين امه يا ابني. وبعد كده اتجوز امه وبقى هو الملك. ده راجل قليل الاصل فعلا. والست دي واطيه بقى. الله، تصدقي وتامني بالله لو شكسبير سمعك بتقولي كده هيصحى من تربته وينتحر. طب والله كان جاب خير، يعني على الاقل بدل ما كنت قعدتي مققتي عينيكي كنت ريحت عينيك الحلوه دي من القرايه. شكشي انت يا اختي ولا ايه؟ انت على طول كده بتكلمي نفسك. قولي لي بس، عايزه اسالك سؤال. انت مبسوطه في حياتك؟ الحمد لله. ليه؟ يعني ما شاء الله كده شايفاك على طول بتهزري وبتهرجي وبتضحكي ومبتسمه، لذيذه كده يعني. الحمد لله، جوزي راجل طيب ومستوره، والعيال كويسين وطيبين بيسمعوا الكلام. بعدين هي العيشه تتعاش من غير ضحك. لا عندك حق. هاي اللي بيريحنا في عيشتنا هو الضحك. ما ينفعش نعيش من غير ضحك. طبعا. عشان نعرف نعيش يا قمر. على فكره حدوقك الملوخيه بتاعتي. ربنا يستر. كده برضو؟ طب هتشوفي. الحمد لله احنا حالتنا اتحسنت كتير. الحمد لله. طب اقدر اخرج امتى يا دكتور؟ الله، وبعدين معاك يا صبوح، انت زهقتي من القعده معانا ولا ايه؟ لا والله مش القصد، بس انا اصلي مش واخده على الرقده كده زي ما انت عارف. ما هو عشان عارف انا مش هسمح لك بالخروج الا لما اطمن عليك. احنا في الحالات اللي زي حالتك دي بننبه على المريض انه لازم يستريح، لكن انا عارفك كويس مش هتريحي نفسك، هتنزلي تجيبي طلبات البيت وهتطبخي للولاد ومش بعيد كمان تنزلي تدوري على الشغل. عشان كده انا هعتقلك هنا لحد ما ادي الاوامر بخروجك. يعني مش هقدر اهرب؟ لا مش هتقدري تهربي، ولو حاولت تهربي هتلاقيني موقف لك الدنيا عساكر على كده. انت صحتك غاليه عندنا قوي. ربنا يخليك يا دكتور عماد، انت طول عمرك طيب وابن حلال، ربنا يديك على قد نيتك يا رب. شوفي بقى، انا النهارده قاعد لحد بالليل، لو احتجت اي حاجه اي حاجه ابعتيلي على طول. ماشي حاضر، ما استغناش عنك ابدا. ربنا يخليك. على فكره
هي شمس هتعدي عليك النهارده؟ اه جايه ان شاء الله. طب خليها اول ما تيجي تعدي عليها في المكتب، عايزها في موضوع ضروري. طيب حاضر. يا اهلا يا اهلا بشمس الشموس، نورت البيت. اتفضل هاتي الشوكه التقيله دي عنك يا حبيبي. ها قولي ايه الاخبار؟ البيت عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش عاجبني ايه بس، ده انا هترم السعاده يا حبيبي. انا بقى عندي بيت بتاعي، مش اوضه فيها 20 واحد غيري. نورت البيت يا اهل البيت يا اهل المنزل، تعالوا شوفوا شمس نور البيت. يا يحيى اهلا يا اهلا يا اهلا. شمس ليه نورنا مره واحده؟ انت شمس بقى ازيك يا برنس؟ اخبارك ايه؟ قبلك بتموت فيه. دي سلمى. ازيك يا طنط سلمى؟ ازيك يا روح قلب طنط سلمى؟ ايه العسل ده؟ يعني اشمعنى انا ازيك يا يحيى وهي ازيك يا طنط سلمى؟ عشان الناس ما قامت. اعمل حساب ان انا وانت عمال في اوضه واحده بقى جاملني وكده. لا انا انام في اوضه ماما شمس. يا حبيبي طبعا في حضني قلبي انت من عينيا. صحيح يا شمس؟ نعم. طلع هيشتغلونا بقى. بقول لك ايه بقى، حددي بقى انت عايزه انا حد في المجموعه الشمسيه اللي احنا قاعدين معاها دي، عشان زار كده هيفضلوا يزولوا فينا. ايه ايه يعني ايه يزولوا فينا؟ ايه بيقول ايه يعني ايه؟ نشتغلهم يعني. ايه ده؟ انت بتعرف اللغه دي كمان؟ ده زميل. قشطه يا معلم. ده روتين؟ لا شكرا. طيب يا جماعه انا هروح بقى عشان حازم مستنيه على ناصيه الشارع. الله طب ما طلعش ليه؟ لا مش لاقي ركنه، بعدين احنا عايزين نلحق شؤون الطالب عشان نلحق نخلص اعاده القيد. يلا ان شاء الله. مش لاقي ركنه؟ ده عربيته ممكن يحطها في جيبه وهو طالع. ايه بقى هات زيها بعد كده اتريق يا خفيف. باي يا حبيبتي. باي. هو انا هقعد اغير واروش نفسي كده عشان خاطر ايه اروح مكتب المحاماه؟ طب يحيى ممكن لما تغير وكده تعدي عليا، عايز اقول لك حاجه مهمه. قشطه. شمس. نعم. نعم. ايوه اللعبه دي. انا ما بتقعدش تلعب بينا كتير. حاضر. حبيبي منورني. الله. شغل لك بقى التلفزيون عقبال ما انا اوضب شنطتك وحاجتك كلها في الاوضه، اوكي؟ اوكي. بص يا سيدي اجيب لك قناه ايه؟ اجيب لك كرتون؟ لا انا عايز اتفرج على المصارعه. عايز اتفرج على جون سينا وبيك شو. جون سينا؟ لا مفيش مصارعه. الكرتون احلى والس. ايه رايك بقى؟ انا هاخد الريموت عشان ما تغيرش القناه. ها؟ ايوه تعالى يا يحيى. ساك ابله. ايه اللي انت لابسه ده؟ لبس محاماه. ده لبس محاماه خالص، ده لبس بحر يا ابني. ايه يا ابله قلت اللي انت عايزاه دي. اي يحيى انا عايزاك في موضوع مهم قوي. خير ان شاء الله. بس عايزاك تفتكر ان انا بحبكوا قوي، وعمري ما كان في حاجه نقدر اساعدكوا فيها اعتقد واتاخرت عليها، صح؟ هو في مقدمات كتيره، فده كده معناه ان في حاجه مريبه. مريبه ليه بس يا ابني؟ انت ان شاء الله النهارده هيبقى اول يوم شغل عند اونكل راتب. شفتي؟ في حاجه مريبه اهو، انت بتذليني، ده ذل. يحيى عشان خاطري بقى تخش كل حاجه هزار كده. اوكي. انا هطلب منك طلب. بس انت حقك لو انت مش مقتنع ما تعملوش، قول لي وانا مش هزعل خالص. شفتي يا ابله؟ اللي كنت خايف منه حصل. حضرتك عايزه نسبه من المرتب بتاعك كوميشن. كوميشن ايه يا ابني؟ كل حاجه عندك كده. ركز معايا يحيى. الموضوع ده مش هزار بجد. سيريسلي؟ ايوه. انكل راتب ده كان من اعز اصدقاء با الله يرحمه، وكان طول عمره بيثق فيه، وهو اللي ماسك القضيه من اول دقيقه. وانا حاسه كده ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، في تلاعب بيتهرب مني، لدرجه انا سالته على ملف القضيه عشان اعرضه على المحامي تاني، اتهرب مني وما رضيش يديني ملف. فانت عايز اسرق الملف واجيبه لك؟ لا 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 لا، مش تسرقه طبعا. امال ايه؟ يعني لما تاخد على المكتب وتعرف مكان الملفات فين، يا ريت لو قدرت تشوف ملفي تقراه. يا سلام بقى قوي لو قدرت تصوره بالموبايل كده. ماشي. انت بس اديني يومين ثلاثه زي ما انت قلت كده حضرتك عشان خاطر بس اعرف مكانه فين، وان شاء الله اصوره لك تصويره نظيفه. طبعا خد وقتك خالص. اوكي. بجد يا يحيى هتقدر تعمل كده؟ ان شاء الله. قشطه عليك. انت قلتي قشطه؟
طلعت مني غصب عني. لا بس بتتطوري بتتطوري. انا بفكر انا وانت بعد العمليه دي وعمليه الصيدليه نفتح عصابه مع بعض. عصابه؟ ولد؟ لا ما ايه ولد ايه؟ عصابه شموسه ويويو. يويو يويو ماشي يا يويو. ماشي يا شموسه. قولي بقى ايه رايك يعني؟ انا رايي ان انت المفروض يعني مكتب محاماه تلبس بدله على الاقل قميص كلاسيك. كلاسيك ايه بس يا ابله؟ ده انا عامل ماتشن مع بعض وكاب وبتاع. يا ابني ده لبس بحر. يعني ما البس كاب؟ يعني لا طبعا. خلاص عشان خاطرك انت بس. حبيبتي يا ابله والله بموت فيكي. ايوه مين؟ مين ايه يا ابني انت اللي مين؟ مش انت اللي رنيت الجرس؟ قولي انت مين؟ اوعى ما توعى بدل ما تغاب عليك يا مامي. الحقيني يا مامي. ماما ما انتوا احتريتوا الشقه كمان؟ اوعى. في ايه؟ اوعى. استنى استنى يا شمس خليها تدخل. دي مريم. خش يا مريومه خش. ده شمس يا حبيبتي. انت نسيتي ولا ايه؟ انت بقى شمس. اهلا يا سيدي. مين دي؟ دي اخت يحيى وطنط سلمى اختهم الصغيره. على فكرة كنت ممكن اضربك بس انا ما بضربش بنات. لا راجل لا راجل يا شموس. عاش يا زميلي. اوعى تضربها بس بص احتجت غسيل مكوى طبيخ على طول هي على طول. ما تبطل غلاسه يا يحيى حبيبي. يلا انا يا دوبك هستاذنكم بقى عشان اتكل اروح مكتب المحاماه. انا نازله معاك على طول. بص حبيبي انا هضطر انزل دلوقتي ازور ماما صباح في المستشفى. ها معلش مش هتاخر عليك وهاجي على طول. اسمع كلام مريومه ها وخلي بالك منها. انتي خلي بالك منه عشان خاطري. انا مش هتاخر عليكم. باي. يا حلاوه اخيرا بقى في حد اصغر مني في البيت وهاخد بالي منه كمان. تعالى هبله هبله يعني. تعالى اخبارك ايه؟ كويس. جعان؟ شويه. طب انا هقوم احضر لنا حاجه ناكلها. اتفرج على التلفزيون شويه. تمام ماشي. ممكن اتفرج على قناه سبعة؟ اه طبعا جدا. يلا بيس بيس. ادخل. صباح الخير. صباح الخير يا شمس. ازيك يا عماد؟ الله يسلمك. اتفضل. ماما صباح قالت لي انت عايزني ضروري. خير اطمني. الموضوع ما يخصش صباح. انا عايز خدمه منك انت. مني انا؟ ايوه. معقوله؟ انت تؤمر؟ انت بعت كل اللي انت عامله مع ماما صباح تؤمرني باي حاجه؟ اه على فكره. ايه؟ ميرسي قوي. طبعا مش المبلغ كله، ده جزء منه بس. ميرسي. مصره برضو؟ ارجوك. شمس انت جبت المبلغ ده منين؟ يعني بعت حاجه من اللي عندي يا عماد. قولي بقى عايز ايه؟ الموضوع بخصوص مشكلتك مع نفين. مين نيفين؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده خالص ومش عايز أسمع الاسم ده تاني خالص. طب إيه دي؟ طب عشان أعرف إيه الحكاية. نيفين طلبت مني أصالحكوا على بعض. يا سلام عاملة نفسها مسكينة وهي اللي بتصالحني. أنا بقى شريرة وما بسامحش ولو سمحت ما تدخلش نفسك في الموضوع ده خالص. يعني ماليش خاطر عندك؟ ليك يا عماد بس مش في حياتي الشخصية. أنا آسف إني اتكلمت معاك. تقدري تتفضلي لو عايزة. خسارة. يلا يا شمس عايزك تخلص. يا لهوي. شمس. يا شمس. يا لهوي لهوي البيت مفتوح. يا لهوي الميل بتاعي ضاع. شمس هتبهدلني اعمل ايه دلوقتي؟ أنا عايز أقول لك على حاجة بصراحة بس مكسوف. يعني أنا بحبك
وبقالي فترة عايز أقولك كده ومش عارف، وكل اللي كان بيخليني أفكر إن أنا مش عارف إيه هي مشاعرك ناحيتي بالظبط. محتاج أكون أهدى، أتكلم بالراحة أكتر عشان حتى على الأقل تفهمني. وبعدين إيه يعني لو قالت لأ؟ على الأقل أبقى عرفت بدل ما أنا حيران كده وقاعد أفكر معايا في طول الوقت. مش هيحصل حاجة. فين؟ أنا بحبك. تتكلم نفسك؟ في إيه؟ إيه؟ إزيك؟ مالك؟ إزيك يا شيف؟ لا مفيش. وحشتيني، خلي بالك عشان في خشبة مبكورة. أيوه صح. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. حر قوي النهاردة. عاملة إيه؟ يعني مش مظبطة قوي، متضايقة. ليه؟ لسه شادة مع عماد دلوقتي. ليه شديدة مع عماد؟ يعني بصراحة كده فتح موضوع ما كنتش متوقعة خالص، وفجأة لقيته بيكلمني فيه. بليز أنا محتاجة مية فعلا. ثانك يو. بص يا شمس، لو عايز ترجعي لعماد ده قرارك، انت حرة فيه، مفيهوش مشكلة، يعني محدش هيضغط عليك في حاجة. انت بتتكلم في ايه يا شيم؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انا عماد كان بيكلمني في موضوع نيفين، نيفين كلمته وطالبة منه ان هو يتوسط عشان يصالح بيننا. نيفين؟ اه نيفين. طب الحمد لله. وايه الحمد لله؟ قصدي يعني الحمد لله، يعني نيفين صاحبتك من زمان وكويس انكم هتتصالحوا، دي حاجة كويسة. بص أنا عارفة إن عماد وقف جنبي، وعارفة إن هو يعني عامل كل حاجة مع ماما صباح، المصاريف ومعاملته الرقيقة جدا معاها. طيب أنا مش فاهم إيه المشكلة لو هو بيعمل كل حاجة كويسة كده. مش عارفة بقى، اتفاجئت بالموضوع وانفعلت، بصراحة أنا كنت بايخة. بس يلا هتعدي إن شاء الله. قول لي بقى، أنت كنت عايزني في إيه؟ أنا؟ لا مفيش، انا كنت عايز اسال عليكي اعرف اخبارك ايه، عامله ايه في الدراسه وفي الترجمه، وعامله ايه مع الاولاد واخبار القضيه. ايه وانا في حوار صحفي قاعدين في التلفزيون احنا ولا ايه؟ مش قصدي. لا بجد انت كل اللي سالته لي ده انا كان ممكن تساله في الموبايل ورد عليك. قول لي بقى انت عايزني في ايه بالظبط. بص انا هقول لك وامري لله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بحبك، وعارف كمان إن أنت عارفة إن أنا بحبك، بس المشكلة بقى إن أنا مش عارف أنت حاسة لإيه بالظبط. أنا والله آسف لو كلامي ده ضايقك في أي حاجة، اعتبر نفسك ما سمعتهوش. لا 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 أنا مش متضايقة خالص، بالعكس الكلام ده فرحني جدا، واكيد انت عارف مكانتك بالنسبه لي ايه، انت اكتر واحد بيستريحني. انا هشام عارفه ان انا احسن بكتير من الاول، واني طبعا الحمد لله بتعافى بشكل غير متوقع وبسرعه، بس اكيد كمان انت عارف الظروف اللي انا مريت بيها والظروف اللي انا فيها قد ايه ملخبطاني. يعني أكيد أنا مستحيل أعرف إحساسي بالظبط إيه وأنا متلخبطة كده. اللي بيحس حاجة بجد يا شمس الظروف ما بتتغيرهاش ولا اللخبطة، بتفضل ثابتة على طول. بس أنا حقيقي صريحة معاك، يعني أنا بجد مش قادرة أوصل وأقيم شعوري وإحساسي بيك بالظبط، وحتى أنت كمان أنا مش متأكدة من شعورك ناحيتي. عارفه كويس قوي احساسك بيا وانك بتخاف عليا قوي، وعارفه كمان قد ايه انت متعاطف معايا. متعاطف معاكي؟ انت شايفه؟ انا شايفه ان احنا لازم نفضل صحاب على طول. ماشي يا شمس هنفضل صحاب. لا انت بالقلضمة دي اكيد اول ما هقوم هتشرب نمرة التليفون. لا والله بالعكس،
أنا كل اللي أنا خايف منه بس إن كلامي دلوقتي بيأثر على صداقتنا ولا حاجة. إطلاقاً. وأوعى كلامي أنا يأثر على صداقتنا يا ابن خالي. متشكر. مش هتطلبي قهوة بقى؟ حاضر.